ده بالك والتنظيمات. كم دولة يعني شاركت في البطولة؟ الدول اللي شاركت في البطولة المفروض 17 بس اللي حضر 15. تمام 15، وده برضو بالنسبة للبطولات العربية رقم كبير، عدد يعني كبير. دايما 10 ماكسيمم 11، لكن المرة دي 15 17 رقم جامد جدا. 15 جداً دولة بيشاركوا في البطولات العربية. بالظبط. كان انطباعهم يعني مختلف الدول، كان انطباعهم عن تنظيم مصر لمهرجان، هو في الحقيقة هو فعلا مهرجان، لأن إنك تنظم كل البطولات دي ورا بعض بالكواليتي وبالكفاءة دي، فده يعني ده بيعول عليكم مسؤولية كبيرة جدا. والله هو زي ما انت بتقولي مسؤولية، لكن الحمد لله يعني النهارده كان بداية النجاح، لأن الأمور كانت قمة في التنظيم الحمد لله. والتنظيم بيجبر كل الناس إنها تمشي مع السيستم أكيد. والعرب كلهم بصراحة متجاوبين معانا. يمكن امبارح كان في الاجتماع الفني، كل الناس المدربين دايما انت عارفه المدربين دايما مشاكسين، لاول مره الاقي المدربين كلهم بيشكروا، يعني كان في اجماع من كل الدول سواء بقى الافريقيه او الاسيويه، اشاده بالاجماع، الخليج او غير الخليج، كان في اجماع على ان الاستقبال على اعلى مستوى، التنظيم على اعلى مستوى، الفنادق على اعلى مستوى. النهارده التنظيم الفني للبطوله، الامن، يعني الامن هنا مديريه امن الجيزه يعني والمرور قايم بواجبه على اعلى ما يكون. مدينه 6 اكتوبر الجديده، الجهاز هناك يعني مش قادر اقول لك، يعني كان في تعاون كبير قوي من كل الجهات عشان نجاح البطوله، والمستوى الفني عالي جدا. يعني احنا فوجئنا ان الكويت مثلا، الكويت ما كانتش بتشترك كتير لكن جايه جاهزه، النهارده حصلت مثلا على المركز الاول للبنات، كان في حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لك. بالظبط ايه دي حلاوه البطوله، انها ايه ان بدات تلاقي في دول بتدخل على التراك كانت بعيده. بالظبط. وبعدين في مشاركه، يعني مصر الحمد لله على المنصه في كل البطولات، يعني واخده البرونزيات في البنات وفي الاولاد، لكن في مفاجات زي ما قلت لك، الكويت مفاجاه، الامارات مفاجاه، يعني لكن الروح الرياضيه اللي موجوده والتظاهره الرياضيه اللي موجوده مستواها يعني مشرف لينا، لمصر وللعرب يعني. اكيد الحمد لله. طيب